هذه النعم استغلها الإنسان في إيش؟ بالطاعة الله عز وجل. فإذا زاد العبد في الطاعة زاد الله له حفظا وفي الفضل الله عز وجل يزيد له البركة. So هذا the being pleased with Allah سبحانه وتعالى is the part of this hadith that we need nowadays. That the person is pleased with Allah سبحانه وتعالى. هذا شيء it's very hard to gain. درجة عالية من الإيمان أن يرضى العبد عن الله. طيب في أعلى درجة الإيه؟ أن يرضى الله على العبد. طيب هم رضي الله عنه ورضوا عنه تمام. سورة إيه جان الله يفتحها آخر آية صحيح كل يحفظ سورة البينة لم يكن يلاته كولا الحمد لله. Allah is pleased. Allah says at the end for the believers, Allah is pleased with them and they are pleased with Allah سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول الشباب هذول what's your hope in life, huh? Be honest, what's your goal? What's the best thing that you want to gain, huh? شباب هذول الصغار, what do you want? If you were to ask Allah سبحانه وتعالى something right now, what would it be? Besides a Mercedes and a, PlayStation 6. PlayStation Xbox. أنت أول ستايل PlayStation وين يا عم؟ أقول لك الآن هذا أنا ما هذا Xbox. كم فريلها؟ One. One. ما شاء الله عليك. Soon أقول لك إحنا old style one وهذه لازم تو. What do we want? طب ماذا نريد إحنا في الحياة؟ كثير من الناس يقول نريد الجنة. صحيح؟ Anybody wants to go to الجنة؟ أقول لك later, let's wait. Get the Xbox first and then. صح؟ Then get to جنة إن شاء الله. Or you could get the Xbox and جنة. If you use the Xbox right, ما مش 24/7 Xbox ما في صلاة ولا صوم ولا. ساعة وساعة ناوي تديوز لكن مش طبعا 24/7 هذا فيه طبعا rules and regulation as long as the what do they use for the Xbox. أنا ما أعرف صراحة أنا old style very old game boy والأشياء القديمة ها مش الكنترولر هذا كان يحطوا small زي التيب هذا صغير what are you putting now so the games come in installed how do the games there's a chip or something it's downloaded ما شاء الله هذا So, هذا التقدم ما شفنا خلاص تأتي بهذه الجيمز وكذا قد تكون في الجيمز now ما شاء الله حتى الجيمز they made things that is ما تستطيع you cannot even watch. طيب a woman in a game fighter why she can't be dressed normal okay why we can't bring a man instead of a woman هذا كله ونحن نترك أولادنا نترك هذا الله المستعان. طيب أن يرضى العبد أن يدخل الجنة طيب في أعلى درجة من العبد يريد الجنة أن يطلب العبد رضا الله فإن رضي الله عنه أدخله الجنة. كثير من الناس يدعو بالجنة أدعو برضا الله عز وجل فإن رضي الله عنه أدخلك الجنة. هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. No one will enter paradise with his deeds. قال ولا أنت رسول الله. He said even you prophet of Allah. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. Only if Allah would have mercy on me. This is the prophet. Okay? We're not talking about a prophet whom Allah سبحانه وتعالى has forgiven his previous sins and his coming sins before he could do and he didn't do sins. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما إيش وما تأخر يقول لن يدخل الجنة عبد بعمل ما عمل إيش دخول الجنة هذا في مرحلتين. There's two entrances صلى الله عليه وسلم. لا رحمة الله عز وجل أولا ثم يأتي العمل ليرفع الدرجة. طيب الجنة هذه let's imagine جنة this way. Okay? How no one would enter جنة with his deed. The example for that. قال مثلا let's see this مسجد الحمد لله. عندنا two doors. Okay? If somebody entered from the first door outside. Okay? He's in the masjid but he did not enter the masjid yet. طيب he goes through the second door he's in the musalla where he could pray. قالوا الجنة same thing the first entrance to جنة no one will enter with his عمل ما في ما, no one except with that لأنه غضب اليوم ربكم غضب لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده مثله قط. الأنبياء يقولون إيش أبو هريرة في صحيح البخاري يقول كل يقول سلم نفسي ما أعرف من هذا إلا رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي صلى الله عليه وسلم أنا ما أعرف كيف
والله ما اعرف استغرب جدا انه الناس ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله ما عاش لنفسي، عاش لنا نحن. يقول يوم القيامه ما قال يا ربي الجنه والفردوس، ولو سال رسول الله لاعطي وسيدخلها بدون سؤال برحمه الله عز وجل. يقول ايش يوم القيامه؟ امتي امتي. امته ايش الان؟ قل ها لما يكون في وقت ان شاء الله نبقى نشوف هذا الموضوع، هذا نشوف السنه كيف والطريقه. تقول هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل الجنه رجل الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على خطاه، ليس هناك طريق الى الجنه الا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ما في طريق ثاني. والله لو سافرت 20 طريق ما تصل، ما في طريق، هو طريق رسمه لنا الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما اتخذ هذه الأسوة الحسنة كيف ترجو الله واليوم الآخر؟ ما فيه. يأتي يوم القيامة على الحوض صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب هؤلاء من أمتي، يقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيؤخذ بهم إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعة، أشفع تشفع، يعني بس مش في الدنيا كمان ويوم القيامة يهتم بهذه الأمة. يعني أفلا يستحق رسول الله الحب كله صلى الله عليه وسلم؟ بل والله يستحق أن يفديه المرء بأهله وماله. قد قال رسول الله يكون من أمتي رجل يتمنى أن لو يراني بنفسه وماله. ما نقول يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول يسلم على رسول الله، ما نقول يكون صحابي. يقول يتمنى أنه يدفع ماله بطره كلها، خلينا ماله كل مال. كم واحد يملك هنا؟ ما في واحد يملك هذه المدينة. لو ملك يتمنى أن يعطي هذا كله ليفعل إيه؟ لينظر إلى سطحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. يقول يعني يرى رسول الله من هذه الأمة، من يكون ذلك؟ ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. So the Prophet صلى الله عليه وسلم، in the day where Allah subhanahu wa ta'ala, as we said, no one will enter Jannah with his deed. So the first entrance to Jannah by the mercy of Allah. And then when Allah subhanahu wa ta'ala would have mercy on you to enter Jannah and he's pleased with you, then your deeds will come in to do what? To be on the scale to see which rank you'll be in Jannah. First floor, second floor, third floor, darajat. Your good deeds will come in. But first entrance by Allah subhanahu wa ta'ala's mercy only. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدل الله أن يختبرهم، لأنه الاختبار كما قلنا يكون في النعم وفي المصائب. فإذا اختبر الإنسان في النعمة فشكر زاده الله عز وجل، وإن كفر أخذ الله عز وجل منه كل شيء. طيب الصبر على البلاء أيضا، الله سبحانه وتعالى when to test them to see what would they do, would they thank Allah so they would remember the old days that they were blind and they were bald and he was a leper, he had the disease and so on and so on. ولا ينسوا كما فعل هؤلاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في البخاري يقول أشد الناس بلاء الأنبياء صلوات الله عليه، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. هذه بعض الناس يقول يعني كل ما كان واحد ملتزم البلاء رفع درجات غفران ذنوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم said that the most whom Allah سبحانه وتعالى will test in the dunya, the most who will be tested by Allah سبحانه وتعالى, who will have hard time, who will go through problems and trials and tests, are the prophets. And then the righteous who comes after them. The person will be tested according to the level of his iman. So if his iman is strong, the test will increase. His iman is weak, the test will decrease. He cannot handle it. قد يترك الدين، يبتلى الإنسان. قد رأينا الشباب يبتلى بابتلاء لما بعض الفتن يعني حدثت، يأخذوا يعني أسبوع ولا يضفوا عندهم كما نقول هذا الأمن وكذا، خلاص يخرج يقول لك هذه لا لحية ولا ثوب ولا، يا الله يهديكم أنتم خليكم أنتم بالمساجد وإحنا خلينا ما يستطيع يتحمل بلاء. لذلك يروى عن بعض السلف أنه كان لهم امرأة تقية، أوكي؟ هذه الأخوات إن شاء الله ربما ينفعهم الله عز وجل بها. بعض السلف كان لهم امرأة تقية، فكان هذا الرجل دائما مبتلى،
المهم جلس أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة ولا في مصيبة. قالت يا عبد الله طلقني. قال يا الله يهديك يعني كبا. لما في مصائب عشتي وكنت تمام، الآن الحمد لله ما في شيء تريد الطلاق. قالت والله إنني سمعت أن المؤمن يكون أشد بلاء، ونحن الآن لم نبتلى، معناه أنه في حاجة في إيمان عندك. ها العكس الآن ما شاء الله. قلت البياس كيف هي في البنك؟ تمام يلا توكلنا. يقل شوية تقول له والله هذا لكم دينكم ولا دين. طريق وطريق. كثير نسمع مشاكل الطلاق تأتي إلينا في المساجد وهذه الأمور. والله I can't live with him no more. We're living in a studio apartment وكذا. I used to live in a big house مش عارف. بعدين الرجل الله يغني سبحانه وتعالى تندم تقول له I regret. I want to go back to my husband. Well too late. قد تزوج. قالت طلقني. قالت طيب الله يهديك كذا. قالت ما في خلاص ما في كلام. كيف؟ الإيمان عندك ضعيف. قال خلاص أخذك عند أبوك يومين تجلس هناك وبعدين إيش؟ نتكلم إن شاء الله. وفي الطريق سقط في حفرة كسر ذراع. قالت يلا نرجع البيت. قال كيف هذا الغناء هذا؟ نرجع البيت ولا تسيري عند الوالد؟ قالت خلاص نرجع البيت. قال والله يعني عجبت من أمر. قالت يا هذا لما جلسنا فترة لم يبتلين الله عز وجل وأنا أعلم من نفسي وأظن بنفسي خيرا، لكنني خفت أن يكون في إيمانك شيء وأنا لا أستطيع أن أعيش إلا مع رجل تقي مؤمن. فلما سقطت وابتلاك الله عرفت أننا بخير الآن أرجع إليك. هذه ما يا ليت عندنا نساء. الله محمد نقول في التعدد يا معنا نبدأ الميكروفون بس نقول هذا. أنا الحمد لله زوجتي مش موجودة. I could say whatever I want. كاميرا she doesn't watch. So the story that I was saying for the testing just to clear that there was a woman who was righteous from the Salaf, the people who followed the Sahaba, and her husband would be tested almost weekly with a problem with the test, with the work, hard time. So one time for almost a month, nothing happened to them. So she said to him, well, divorce me. And the man said, well, why do you want divorce? She said, well, Allah have not been testing you for almost a month. There is a problem with the level of your iman. Because Rasulullah said, the stronger your iman gets, the more tests. So I know myself, I'm good, alhamdulillah, but I don't know what's going on with you. Maybe you're doing something wrong. So I want divorce. He said, okay, let me take you to your parents' house just for a while. And then we'll solve the problem, shall we? So they walked by and the man fell into a hole or, I don't know, he broke his hand. Huh? So he broke his hand. She said, okay, alhamdulillah, now we could go back to our house. The man said, why do you want to go back? She said, because now I know that Allah still loves you and your iman is strong because you're tested. This measurement that we're talking about no longer exists. Allah knows, maybe some, inshallah, some believers will still have it. That is very rare to find. Illa ma rahim Allah. No. يرضى الله عز وجل to be pleased with what Allah سبحانه وتعالى gives. لذلك نقول الأرزاق أو يعني كرم الأرزاق من الله عز وجل، توزيع الأرزاق من الله عز وجل، لكن الرضا من الإنسان أن يرضى بالرزق الذي قسمه الله عز وجل له لا بما يريد هو. هذا هو الرضا التام. That you want to be pleased with Allah is that you're pleased with what Allah has given you, your provision, your risk, not what you want. Okay, so I wanted a car 2015, but I wasn't able to. So I bought a car that is 2013. Is this still good? I'm like, no. Why not? Why the kuffar has 2015? I'm like, Ahmadullah, there's one who has 1920. Some people don't have a car. I'm like, why are you looking at them? Look at the people who have 2015. He's not pleased with the risk that Allah has given him. He wants what he wants. So he wants to order Allah subhanahu wa ta'ala to give him what he wants, and he's not pleased with what Allah subhanahu wa ta'ala is giving. What Allah gives you is the best for you. You have to believe that. الرزق هذا ما قسم الله عز وجل لك هو أفضل رزق لك. لو أغناك الله عز وجل 1% 1% أكثر ربما تطغى ما تصلي. ولو أفقرك الله عز وجل 1% أقل مما أنت فيه ربما تترك الصلاة أيضا. فالله أعطاك رزق بقدر محدود معلوم. تجد إنسان فقير مسكين يأتي المسجد 5 صلوات. يبدأ الدنيا ما شاء الله تمشي. تقول يا حاج يا صلاة. قال يا أخي خلنا نطلب الله. صلاة إيش؟ الله صحيح؟ رأيتم هذا ولا ما رأيتم؟
قد يكون إنسان غني ما شاء الله very rich يفتقر يأتي المسجد أول صف. الله سبحانه وتعالى يعلم أن الخير هذا الرجل أن يكون غني. ما يستطيع يعيش إلا إذا كان غني. ما يشكر الله سبحانه وتعالى. يعطي الله سبحانه وتعالى. إنسان آخر الله سبحانه وتعالى يبتليه بالفقر لأنه يعلم الفقر وخير له. لو فتح الله عليه الدنيا لأضلته الدنيا بما فيها وما عليه. الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير بقدر محسوب معلوم لا يعلمه إلا الله. كل شيء عنده بمقدار. ميزان. ميزان ما يتغير أبدا. طيب الواجب عندنا نرضى. نقول الحمد لله. قولوا الحمد لله. That's why you should be pleased with Allah for the what Allah has provided for you. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala knows that if Allah subhanahu wa ta'ala would increase your provision, your risk, you might leave the salah and the siyam and the deen. And Allah knows that if Allah decreases your risk and you become poor, you might not come to the masjid. So Allah gives you exactly what you need in your life. No more, no less. Okay? Not because some non-Muslim at school, they have iPad and laptop, and then they have an iPhone 6, and then they have a Galaxy so-and-so, you go cry to your father, hey man, where is my Galaxy? You're like, mashallah, you have an iPhone, the old iPhone age, old style, this is iPhone 4. John has an iPhone 6. How come? Well, Allah knows if he gives you iPhone 6, Allah knows what you're going to do on it. What are you going to be watching on it? So Allah gives you the iPhone 4 that has okay, limited. Now there is ma kullu haqa min kulli shay. Sahih? You can watch everything. لكن هذا القدر لذلك والله عز وجل يعطيك في الدنيا ويعطيك في الآخرة أما الكافر لا يأخذ إلا في الدنيا نقول الحمد لله ابن حجر رحمه الله كان يعطي محاضرة يوم فقال هذه الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وخارج ابن حجر كان يلبس أفضل الثياب عمامته نظيفة يركب حصان طيب جميل هذا ركب الحصان واحد يهودي مسكين فقير مسكه قال تعال تكذب حتى على الله في المسجد قال ابن حجر كيف قال انظر إلي وانظر إلي أنت قلت الآن الدنيا إيش سجن المؤمن جنة الكافر أنت الآن في جنة وأنا الآن مسكين وين الجنة اللي أنا فيها وين السجن اللي أنت فيه جالس ركب سيارة 2015 وعندك ما شاء الله الملابس نظيفة هذه والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إنسان يفتح الله سبحانه وتعالى يفتح عليك الأموال ما تصير تشتري من جودويل عندك جودويل هنا؟ ما في؟ أوكي لو فتح الله سبحانه وتعالى تصير يشتري لك لأولادك ملابس لو فتح الله إنسان ما يحتاج خلاص هذه قصة ثانية ماشي لكن الله يحب أن يرى أثر النعم ابن حجر قال له ابن حجر يا هذا لو رأيت ما أعده الله لي في الجنة إن دخلتها لعلمت أنني في سجن في الدنيا ولو علمت ما أعده الله لك في النار إن دخلتها علمت أنك في جنة في الدنيا ما يعرف هذا المسكين غمسة في الجنة تنسي العبد شقاء الدنيا وغمسة في النار تنسي العبد نعيم الدنيا يأتي كما في الحديث الصحيح يأتي يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا واحد يعني الله فتح عليه من كل شيء كل شيء عنده ما يطلبه يأتي إليه بدون أن يطلب حتى قبل أن يسأل يغمس في من أهل النار يغمس في النار غمسة عارف غمسة هذه مثل إيش مثل واحد جاب قطعة خبز وحطها في السلكة والسلكة سخنة ها ما يستطيع يأكل السلكة سخنة صح بس يحطها بسرعة ها مسكين ما يستطيع يأكل السلكة وهي سخنة هذه الغمسة بس يحطوه في النار يعني ها قد أكلنا عصير اليوم الحمد لله ما استغرب خلاص وضع لسان في الغمسة ثم يقول له هل رأيت نعيما قط هذه الدنيا والسيارات والأموال والنساء وكذا هل رأيت نعيما قط يقول والله ما رأيت نعيما قط ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة أفقر المسلمين في الدنيا إنسان يعني ما يملك حتى بيت يجلس فيه يأكل هو أولاده ربما يأكل الحجارة ربما يشرب ماء كل يوم وخلاص هذا ما يعيش عليه، قد راينا الناس يعني الله المستعان يعيشون في اقل من ذلك في بلادنا، الله ينتقم من كل ظالم. هذا ما عنده شيء، ما افقر ابأس من كلمه بؤس يعني ما مش حتى فقير بئيس يعني ما خلاص هذه الدنيا فيغمس في الجنه غمسه واحده، نفس غمسه ها بس هذه بقى مش في السلكه، هذه في الجنه. عسل هذا ما شاء الله. يغمس غمسه واحده، يقول هل رايت بؤسا قط؟ يقول والله ما رأيت بؤسا قط
أوه ناس الفقر والهذي والأولاد والجوع والعطش والملابس والبرد وهذا لا ما إيش جنة غمسة واحد كيف لو دخل الجنة؟ لذلك نرضى عن الله عز وجل نقول رضينا عن الله ما أعطانا الله نرضى. So رسول الله صلى الله عليه وسلم said to be pleased with Allah سبحانه وتعالى because of what you're waiting. ابن حجر رحمه الله said when he said that جنة or الدنيا is the prison of a believer and الدنيا إيش؟ قلنا جنة الإيش؟ المؤمن سجن الكافر. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا is the prison of the disbeliever. Is the prison of the believer and it's paradise for the disbeliever. When he went out of the masjid, a man saw him, a disbeliever. So he held his clothing. Hajar used to dress nicely, good clothes and all that, good fit. So he told him, why do you lie? You just said that this dunya is a prison for you guys. And it should be a garden, a paradise for us. Look at my situation. I'm very poor. I can't find anything to eat or dress or ride. And look at you. You're riding the best horse and you have the best clothes. Why do you lie? He said, if you know what Allah has prepared for me in paradise, then you know that this dunya is a prison. And if you know what Allah has prepared for you, if you go to hellfire, then you know that you are in paradise in dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a man Allah will bring in the day of judgment, who will be, that Allah will give him everything. The richest man on earth. Bill Gates. Matter. Matter. Bill Gates died. Died? Matter? Bill Gates? No, Bill Gates, somebody who's very rich. Allah will bring in the day of judgment, disbeliever. Okay, not Bill Gates, I'm not talking about Bill Gates. I'm talking about a disbeliever who's very rich, okay? Allah subhanahu wa ta'ala will dip him in hellfire. One time, Allah will ask him, have you seen any good day in your life? Don't tell me they didn't see any good days. They had everything they wanted. They had the money. They just made a phone call and everything is there. The computer before it comes out, they have it. The cars before the cars come out, they have it. Dubai now, mashallah, some cars are made out of gold. When nas, they cannot find food to eat or support their family. Have you seen any good day? I never saw any good day. What? Just one time in hellfire? Will make him forget everything? Yes. On the other side, Allah will bring a man who is the poorest man. The most miserable man in life. The one who had nothing. Allah didn't give him anything in dunya. But he is among the people of hell of paradise. Allah subhanahu wa ta'ala will order the angels to dip him one time. To just enter paradise, to look at it, or to be dipped in the river, one of the rivers of paradise. Allah will say, have you seen any hardship in your life? The man will say, no, I never seen any hardship. What happened? You forgot the hanger and the food and the clothing. You had nothing to wear, nothing to sit in, nothing to ride, nothing. Forget it. Jannah. Paradise. لذلك we have to be pleased with Allah سبحانه وتعالى. طيب نرجع لحديث أطلنا في الله المستعان. يكفي كده ولا كيف؟ الوقت طويل. الله يسلمك. في عصير بعد خلاص نكمل إن شاء الله. في عصير إن شاء الله. الأخ يعرف إن شاء الله أنا ما أعرف إنها ما أعرف. فصلى الله رسول الله. صلى الله عليه وسلم. So the Prophet صلى الله عليه وسلم قال فأتى إلى الأول. So he came to the first man. قال ماذا تريد؟ قال جد حسن. نحن نجمع الحديث إن شاء الله باختصار. قال جد حسن لأنه قد قذرني الناس. طيب أتى إلى الثاني. قال ماذا تريد؟ قال شعر حسن لأنه قد قذرني الناس. طيب لما جاء إلى الأعمى قال أريد أن أبصر الناس. هذه big difference now. The hadith says the angel came to the first one. He said, what do you want? The leper and the bald. He said, what do you want? They said, one said, I want good skin. The other one said, I want good hair, good looking hair. Because people hated my look. I look disgusting to people. People don't like the way I look. The blind man, he said, I want my sight back so I could see people. في فرق كبير جدا بين رجل يعيش في حياته كل همه الناس. ماذا ستقول الناس؟ ماذا ستفعل الناس؟ كيف سينظرون إلي الناس؟ الناس. قال قذران الناس. أنت دخلت بالناس. ارضي رب الناس يرضى عنك الناس. من أرضى الله بسخط الناس ها رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما القلوب ما بيدك ولا بيد
مع كرم الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم سموه الصادق الأمين. ما استطاع حتى يقول يعني يكرهون إيش؟ إنهم لا يكذبون. ما عندهم مشكلة مع النبي. هذا محمد صلى الله عليه وسلم صادق، ما عنده مشكلة. أبو جهل لما جاء له رجل قال يا أبا جهل بيني وبينك أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال والله ما جربنا عليه كذب، إنه رسول الله، لكن قالوا منا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟ هم قالوا لنا الراية، قلنا لنا الراية. قالوا لنا السقاية، قلنا لنا السقاية. قالوا لنا بني عبد المطلب، قالوا لنا كذا، قلنا لنا كذا الحجاب. قالوا لنا عندنا نبي، أوكي رحنا من أين نأتي بنبي؟ يعني أبو جهل يعلم أنه رسول الله. ارض الله يرضى عنك الناس، لكن إنسان يشغل نفسه بالناس والله هذا ما يعني يسخط عليه الله عز وجل ويسخط عليه الناس. فالأول والثاني قال قد يرى الناس. So the first two people they said, well, people dislike me. People don't like the way I look. People look at me in a wrong way. People think I'm disgusting. When I grow my beard, they're gonna say that I'm a Muslim. And it doesn't look good. You're in America, man. You want to grow your beard and go to work with this beard? Trim it. هذا قول ما شاء الله سني. لكن يقول لك shave it. هذا قول ما شاء الله. You went to a different level. But brother, we're in 2014, man. You're still growing your beard and all this stuff. أصحابه العرب at that time. Nowadays, you're gonna look like that at work. What would people say about you? They're gonna say you're Muslim. واحد took the سجادة out next to his car because he doesn't want to miss صلاة العصر. يقول واحد صاحبي يقول وين أصلي؟ قل أنا في الشارع. قل اتق الله. ما هذا؟ Everybody's gonna walk by ويقول لك هذا مسلم يصلي، وهذا مشكلة كبيرة. كل همه إيش؟ الناس. إيش يقولوا الناس؟ إيش يفعلوا الناس؟ إيش يفعلوا؟ طيب ورب الناس؟ لو رضي الله عنك لأرضى عنك الناس. هذا ما تشغل، ما don't worry about people. Worry about what pleases Allah سبحانه وتعالى and then do it. Then people will be pleased with you. Now or later. ما يمكن إنسان من الله سبحانه أنه لا تتغير وتبدل. And whoever displeases Allah to please people, then Allah will be displeased with him and people will be displeased with him. الآن some of the علماء استغفر الله. Some of the claims to be ulama, now they give fatawa according to what people desire. ولا حلال ولا حرام؟ ولا يسألوا الناس. اشتي حلال؟ حلال. حرام؟ خلاص حرام. ليش؟ الناس، أهم شيء الناس، إنه الناس ترضى عنه خلاص. لكن يأتي بعدين يأتي شيخ آخر يقول so the first sheikh says حلال. Second sheikh says haram. يقول well we're going with the first one. He's good. So people are pleased with him because they want this thing to be halal. خلاص سهل هذا سهل ما شاء الله، لكن هذا الثاني متشدد يا أخي مسكين. He's still living in the camel days. We're eating camels and horses and fatwa shop. Has anyone heard about the fatwa shop? You know fatwa shop? ما تعرف فتوى شاب؟ فتوى شاب هذه you put your own fatwa and you get your own question, your own answer. The way you like. Fatwa shop. I want to shop that alcohol is halal. Well, you're going to find a sheikh that says that. But just for shop for the sheikh who says alcohol is halal, not for the fatwa itself. Why? Because they want to please people. قل أنا الاختلاط هذا mixing between men and women. واحد يأتي يسأل يقول يا شيخ أنت إيش تقول في الاختلاط؟ والله هذا حرام، حرم القرآن والسنة. هذا الشيخ very nice guy, but just stay away from him. Let me look for the sheikh who said it's okay, it's halal. فتوى شعر. ما يريد الحق. The one who says it was halal. طيب, the one who says it's halal, why does he say it's halal? To please people. والناس فطرتها لا ترضى عن هذا الشيء. فيسخطوا عليه بعد ذلك ويعلموا أنه لا يقول الحق. حتى واحد يقول كان عندنا في مصر one of the دعاة, one of the scholars to Allah, يسمي نفسه داعي يعني, هذا الله يهدينا وياه. Anyway, he used to tell women that it's okay to wear hijab, any kind of hijab. It's okay to cover your hair and show everything else. يعني هو هذا كأنه الفتوى هكذا. Cover your hair and show everything else. فكان in Egypt, even the people who listened to that fatwa, even the girls who followed that, when people used to look at them wearing, you know, those what do you call them?
لا لا هذا ما يسموه حجاب هذا نسموه ايش؟ استنوا بس انا اسموه لكم هذا ما اعرف هذا ايش اللي بيلبسوه هذا الافريكان امريكان هذا بندانا حجة البندانا هذا يلبسوها تمام؟ يعني جانجستر ستايل تلبس بانتس وتي شيرت والحجاب هذا فيري نايس اند هاف اوف هير ار شوين اوت مثل المجانين هذول شوين اوت هكذا طيب هذا حجاب نقول ماشي خلاص فكان الناس اذا راوا هذا الحجاب يقولون شوف شوف هذه كيف محجبه حجاب فلان فاصبح الحجاب هذا المنظر هذا مرتبط بمن باللي بيفتي بهذا الكلام طيب سخط الله لا سخط عليه الناس حتى الناس نفسها الجهال يقولون شوف شوف هذه لابسه حجاب So she used to wear the, as we're saying, some people, please, like the ulama now, some scholars or some who call themselves ulama, they just ask people what do they want to hear, and then they give them the fatwa according to what they want, what their desire says, not according to what Allah subhanahu wa ta'ala says. لذلك تجد بعض الفقهاء يأتي إليه الناس عندنا في مصر ويأتي المجمع الفقهي يقول يا شيخ قل نعم يقول who is the sheikh that says that divorcing your wife when you're angry It's not divorce, it's not considered to be divorce. Which sheikh? يقول ها؟ Where is the fatwa? يقول لا, I don't have a fatwa yet. Just tell me which sheikh, أي شيخ يقول إنه الطلاق لا يقع في وقت الغضب. يقول من قال هذا؟ يقول أنت بس قل لي من الشيخ اللي يقول بهذه الفتوى. يقول الشيخ فلان. يذهب إليه يقول السلام عليكم. عليكم السلام. How are you, Sheikh? الحمد لله. Oh, I divorced my wife. يقول الشيخ, really? Yeah. And I was very angry. The sheikh said, well, it's not divorce. Well, jazakallah khair. Really appreciate your help. And then he leaves. If the sheikh Allah subhanahu wa ta'ala guides him during that time, well, maybe he listens to the story, يقول له, your wife is divorced. يقول, huh? You're not the sheikh I'm looking for. Well, then you're not looking for the fatwa. You're looking for the mufti who said it was okay. This is the difference. Between someone who wants to please Allah subhanahu wa ta'ala, يرضى الله عز وجل, and between someone who wants, لذلك العلماء الثلاث, عالم رباني هذا one of the top scholars who pleases only Allah وعالم سلطة a person who only follows the ruler what does the president want riba interest to be halal 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 you want that we'll give it to you who cares about people as long as the government is fine with me they're letting me speak then I'm fine and then the third type of ulama who pleases people and don't care about anything